كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم بمشتركيني الجدد. رابط قناتي المجانية بأسفل الفيديو. أصدقائي بتشرف بوجودكم، ويوم أمس كان في صفقة عن عملة تومو، والحمد لله ضربت كل الأهداف، وبتمنى تشاركونا الربح على صفحتنا التليجرام. وهلا منشوف قدامنا شرط عملة شيبا بعد ما لامست 0.5900، والآن ما يقارب 0.5600. يعني مثل ما واضح قدامنا على الشاشة بترند هابط، ونحن حاليا من قمة إلى قمة أدنى، ومن قاع إلى قاع أدنى. طبعا هي من العملات اللي بتتأثر بالكسر اللي صاب البيتكوين بالفترة الأخيرة. وطبعا منشوف الشمعات الحمر طبعا أكثر من كتير من الشمعات الخضر، وحتى انه شمعات الحمر زادت أجسام طويلة. هذا الشيء بيأكد لنا انه الهبوط حتمي. للأسف انه البائعين هن مسيطرين على السوق. يمكن يكون في تصحيح بس ضعيف جدا لا يذكر. اعزائي واصدقائي، انا دائما بقول نصيحة للمستثمرين: لا تدخل براس مالك كله بعملة وحدة، قسمه اكثر من عملة قوية. في حالة خوف عمال بتعم على المشتريين في عالم الكربيتو. وهلأ خلونا نشوف شارت البيتكوين. السعر هلأ بين 31,000 و 31,500، يعني عمال بيحاول يصارع ليطلع فوق 31، لكن بالايام الجاية ما بتوقع، لانه زخم البائعين اكتر من المشتريين، وبالتالي هن المسيطرين على السوق. اصدقائي الساعات القادمة هي اللي بتكرر. صديقي كل شي بتشوفه بالفيديو هذا مو نصيحة استثمارية، هذا رأيي الشخصي. وهلأ بنرجع لعملة شيبا. في عالم كتير سألوني انه يمكن يصير سعرها 1 سنت او 1 دولار. طبعا هي هلأ حاليا منهارة انهيار بالبيتكوين، هذا شيء طبيعي. وانا دائما بقول عملة شيبا للتخزين لمدة سنة على الاقل. هلأ اذا جينا نشوف ارقام الشيبا، لو ما تمت عملية الحرق للعملة مشان يتحرك سعر العملة 0.1 لشمال، يعني مثال بتصير 0.4600، محتاجة تزيد 10x، وقتها بتكون قيمتها السوقية 40 مليون دولار، وترتيبتها بالماركت كاب بالسابع. ومشان يتحرك السعر 0 تاني نحو الشمال، مثال بتصير 0.3600، يعني لازم تتضاعف قيمتها 1000 مرة عن سعرها الحالي، وبتكون قيمتها السوقية 400 مليار. وبهالتجربة بتكون خلف البيتكوين مباشرة. طبعا هذا الكلام افتراضا اذا ما تم عملية الحرق. طيب هلا خليني اسألك سؤال صديقي، هل من معقول هذا الكلام؟ الناس العمال بتقول رح يصير بدولار او بسنت، افلا تعقلون؟ رجاء عدم تضليل العامة واختراع ارقام مستحيلة، هذا الشيء مو منطق ابدا، لانه مو معقول تكون قيمتها السوقية اكبر من قيمة العملات كلها. وهيك بكون وصلنا اصدقائي لنهاية الفيديو، وبالتوفيق للجميع. ورابط قناتي المجانية باسفل الفيديو. لا تنسى دعم الفيديو بلايك وفعل زر الجرس. والسلام عليكم.